برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. طبعا قبل أي تشكيل حكومة بيبقى عندنا مجموعة كبيرة من التساؤلات، يعني إيه أهم الملفات المطروحة على الحكومة دي، أبرز الأسماء اللي هتكون موجودة وهتفضل وتكمل، وإيه الأسماء اللي ممكن تتغير، إيه هل هيحصل دمج في بعض الوزارات ولا لا، أسئلة متكررة الحقيقة لكن دايما بنحب نسألها قبل بداية تشكيل أي حكومة جديدة. طبعا وعندنا العديد من الموضوعات المختلفة زي زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر وعدد آخر من القضايا هنناقشها مع حضراتكم النهاردة مع دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك أستاذ نصر. أهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني بداية خلينا ندخل كده في موضوع الحكومة الجديدة، ويعني توقعات حضرتك لشكل الحكومة دي. يعني أنا في اعتقاد أن عدد الوزراء هيقل في الحكومة الجديدة، وفي اتجاه لدمج بعض الحكومات أو بعض الوزارات المتشابهة في الأداء. يعني مثلا ما تشوفوا وزارة زي وزارة الطيران، وزارة السياحة، وزارة الآثار، تقريبا هو بيشتغلوا في حقل واحد، يعني مش بعاد عن بعض. دمجهم هيوفر نوع من الترشيد الإنفاق الحكومي، لأن أنا في اعتقادي الحكومة اللي جاية هتشتغل بسيستم مختلف عن السيستم أو الطريقة اللي اشتغلت بها الحكومة اللي فاتت. الحكومة اللي فاتت في الحقيقة أدت مهام أنا في اعتقادي ممتازة جدا، اتخذت قرارات جريئة للغاية، طبقت يعني الرؤية الاقتصادية للدولة بنسبة تقترب أو تتجاوز يعني 85% من توجيهات الرئيس أو من رؤية الرئيس للاقتصاد، نجحت في ملفات كثيرة جدا. يعني مثلا لو تكلمنا على فكرة الرصيد في البنك المركزي، احنا كان عندنا تقريبا في يونيو 2013 حوالي 16 مليار، احنا النهارده بنتكلم عن اكثر من 44 مليار دولار في البنك المركزي. ده معناها ده مهم للناس بالمناسبة، لأن الفلوس اللي في البنك المركزي اللي الحكومة بتشتري بها احتياجات الناس من بره، احنا بنشتري في الغالب من 60-65% من احتياجاتنا، الاحتياجات اليومية بيجيهم بره، يعني بيشتري من بره، من العربيات للأكل حتى وجبة، لو شفنا وجبة زي وجبة الفطار مثلا الناس كلها بتفطر فول، الفول احنا بنستورد جزء كبير جدا منه مش بنزرعه كله في مصر، الزيت اللي بتحط على الفول احنا بنستورد تقريبا غالبيته ما عدا كان جزء بسيط بناخده من عباد الشمس او كان من القطن في فترات سابقة، الملح حتى احنا بنستورد جزء كبير جدا من الملح اللي بنحطه على الفول، فإذا اتكلمنا عن وجبة صغير احنا بنستورد جزء كبير منها من بره. طب لازم يكون في فلوس في البنك المركزي او عمله صعبه انت بتشتري بيها الحاجات دي. 2013 كان عندنا 16 مليار فقط، 16 مليار بالمناسبه لا يكفوا الا لشراء احتياجات الدوله ما بين شهرين ونص الى 3 شهور. ده معناها ان لو احنا استمرينا في استنزاف العملة الصعبة بالطريقة القديمة اللي كانت قبل 2013 كان زمانهم كنا زماننا اولا خلصوا وكانت بالزبط. الدولة اعلنت افلاسها. علشان كده قرار تحرير السعر الصرف رغم ان هو قرار فعلا صعب وقرار مؤلم وقرار، لكن قرار جريء وقرار ممتاز، احيا الاقتصاد المصري مرة اخرى. قد تكون بعض السلع زادت لكنها اصبحت موجودة، اللي كان البديل ان ما كانتش هتبقى موجودة اساسا. يعني تخيلي لو ما فيش الدولة ما عندهاش فلوس تجيب الحاجة دي من برة، السلعة دي من الأساس ما كانتش تبقى موجودة، لكن على الأقل نعم سعرها اتحرك شوية أو ارتفع شوية لكن أصبحت موجودة. يعني كلام حضرتك معناه أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة السابقة قدرت أنها تتخطى المرحلة الصعبة بنسبة قد إيه؟ أنا في اعتقادي تجاوزت أكثر من 80-85%. الفترة اللي فاتت زي كده بالبلدي حد كان بيزرع، الفترة الحكومة الجديدة أنا في اعتقادها هتجني الثمار. ليه؟ أنت لو شفت في الأربع سنين اللي فات عملنا مثلا شبكة طرق، هل هنعمل شبكة طرق بنفس التكلفة وبنفس المساحة؟ لا، هتبقى مش هنعمل تاني. يبقى خلاص أنت بالعكس أنت هتبدأ تجني نتيجة وجود هذه البنية التحتية. لما عملت بنية تحتية كتيرة حصل في 2017 السنة اللي فاتت جانا استثمار مباشر، وبالمناسبة دي لأول مرة من 2011 نوصل لهذا الرقم، جانا فلوس مباشرة، ناس تجيب فلوس كاش تحطها في مشاريع في استثمار مباشر 7.9 مليار دولار، ده ما حصلتش من 2011 بالمناسبة. شفنا آخر 18 شهر تحويلات المصريين في الخارج وصلت ل 29 مليار دولار تحويلات من الخارج، ثقة اللي شغال بره المصري شغال بره ان يحول الدولار بتاعه والعمله الصعبه سواء كانت يورو او حتى عمله خليجيه او غيرها ان يحولها في مصر،
دي ما كانتش موجوده. ده ردا على اللي بيتكلم ويقول ايه لازمه انه يكون عندنا كل هذا الكم من الطرق، ايه لازمه انه يكون بنصلح بنيه تحتيه في مناطق من وجهه نظره هي مناطق نائيه او مش هنستفيد منها دلوقتي، لكن ده يهم المستثمر في الخارج. المستثمر مش هيجي يحط فلوس ويعمل مشروع اللي هيشتغل فيه ناس وتبقى فيه فرصه عمل. لو الكهرباء مقطوعه هيجي يعمل مشروع ازاي؟ لو ما فيش غاز يشغل المصنع هيعمل مشروع ازاي؟ مش هيجي من الاساس. وبالتالي اللي اتعمل الفتره اللي فاتت اكنك انت عملتي اساس مصنع، اسست المصنع، هتبدا الفتره اللي جايه المصنع يشتغل يطلع انتاج يبقى فيه ثمره محسوسه. فاذا كانت الفتره اللي فاتت هي فتره زراعه، فترة تأسيس، لا الفترة اللي جاية بالفعل هتبقى فترة جني ثمار، وفي مؤشرات حلوة يعني مثلا، ومحدش يقدر يزاد في المؤشرات دي. يعني مثلا السياحة الروسية هتبدأ تعود لما بدأ خطوط الطيران بين القاهرة وروسيا تعود مرة أخرى. إذا في سياحة جاية، إذا في عملة صعبة جاية، ده مؤكد. إحنا النهاردة بنهاية 2018 لن نستورد غاز مرة أخرى، هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي نتيجة لحقل ظهر وبعض المنتجات البترولية الأخرى. ده إحنا كنا بندفع عملة صعبة، ده كله ده هروح لقطاعات أخرى تانية محتاجة فلوس، محتاجة تانية زي التعليم وزي الصحة. ده مؤشر حقيقي. تحولات المصريين نفسهم، يعني اللي عنده حد بره يقدر هو يعرف ان كانت في ناس يعني احيانا بتخلي الفلوس بره معاها، بتحاول تعمل مشروعات بره، في فلوس خرجت حتى من مصر الفتره اللي فاتت نتيجه لعدم الثقه في المناخ الاستثماري، السياسات النقديه، السياسات النقديه بشكل عام. لكن لما الحكومه اتخذت الاجراءات الضخمه دي بدات الناس تثق في الاجراءات دي وترجع الفلوس مره تانية. انا عايز اقول لك حضرتك على حاجه، وانا باعتباري اساسا محرر دبلوماسي وعلاقتي الأجانب والسفراء بشكل قوي جدا، ما كان لمصر أن يكون لديها حقل ظهر إلا بقرار جريء جدا اتخذه الرئيس. إيه هو؟ لما جاء الرئيس بيسأل على الشركات اللي بتستكشف المناطق عن الغاز وعن النفط وغيرها، قالوا له بصراحة يا رئيس شبه الشركات دي متوقفة. طب ليه؟ لأن الشركات دي ليها فلوس عند الدولة المصرية، والدولة المصرية من 2011 ل 2013 ما بتدفعش، ما بتسددش، لأن ما فيش إنتاج، ما فيش شغل، ما فيش أي الفوضى اللي كانت شغالة. الرئيس اتخذ قرار مهم، قال دي ديون على الدولة المصرية لازم ندفعها ونسددها للشركات دي. مجرد ما الدولة بدأت تسدد هذه الفلوس على أقساط، الشركات دي بدأت تحس بالأمان والثقة. جت شركة إيني وجت شركات تانية وبدأت تكتشف، وهم بيكتشفوا اكتشفنا حقل حقل ظهر. من غير هذه يعني دايما الخطوة بتيجي عليها يعني خطوة تانية. فكرة ترسيم الحدود، ما فيش شركة عالمية تشتغل في تعمل في غير لما تكون المياه دي مقننة، هذه المياه مقننة وتسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة. يعني بدون الإجراءات بتاع ترسيم الحدود اللي تمت في الفترة اللي فاتت ما كانش ينفع شركة زي إيني أو غيرها طبعًا تيجي تشتغل. إذن الفترة اللي فاتت هي فترة كانت مرحلة لتمهيد الساحة للاستثمار، مرحلة زراعة، مرحلة تأسيس. الفترة اللي جاية مرحلة جني. الناس بتسأل سؤال مهم، إذا كانت الحكومة عملت كل الحاجات الحلوة دي للمواطن مش حاسس؟ ده سؤال مهم جدا، ولازم برضو الحكومة تهتم إن تجاوب عليه. يعني للأسف أحيانا، وده اللي أنا بغضب على الحكومة، الكلام من الحكومة قليل، هي بتشتغل بس الكلام من ناحيتها قليل. احنا عندنا نسبه كبيره من عدم المعرفه بتسويق القرارات. بالظبط. انا يعني حضرتك قلت لفظ في منتهى الاهميه، فكره تسويق النجاح مهم جدا. يعني انا في اعتقاد الحكومه اشتغلت كويس قوي، لكن تسويق النجاح ده مهم خالص. في بره في الاحزاب، في الشركات، في الحكومات، في كل حاجه عندهم علم اسمه علم اداره توقعات الناس. يعني شركة مثلا تنزل منتج جديد، لازم تسأل أنا لما نزل المنتج الجديد توقعات الناس دي هتعمل إيه؟ وأحيانا بتعمل زي استبيان مبدئي أو في الأول كده، تعرف رأي إن الحكومة محتاجة تعمل ده، محتاجة تسوق. لا احنا لسه ماشيين بالمبدأ القديم، النظريات بتاعت التسويق القديمة بتاعت جس النبض وبالونة الاختبار والنظريات بتاعت الثمانينات دي الناس بقت عارفاها وحافظاها. لكن انا في وجهة نظر الحكومة لو قدرت تسوق، لان هي عملت حاجات في غاية الأهمية وحاجات ممتازة جدا. طيب ليه الناس مش حاسة ان في حاجات كبيرة بتحصل، وكل كلام الناس ان الحاجة دي كانت بخمسة بقت بعشرة او بقت بسبعة او بقت بثمانية؟ ليه؟ دايما لما يحصل تحول في الاقتصاد الناس بتبدأ من حاجة عشان توصل لحاجة تانية. في حاجة اسمها الاقتصاد الكلي
وحاجة اسمها الاقتصاد الجزئي. يعني لما تبدأ الحكومة تعمل إصلاح اقتصادي بتعمل حاجة الإصلاح الكلي. إيه هو الإصلاح الكلي ده؟ في حاجة اسمها العجز في الميزان التجاري. يعني إيه العجز في الميزان التجاري؟ إحنا بنشتري من دول وبنبيع لدول، يعني بنشتري منها حاجات ونصدر لها حاجات بالزبط. في الغالب احنا عشان بنستورد 60 او 65% بنشتري اكتر من بنبيع، بنشتري اكتر من بيع. شغلة الحكومة في الفترة الاولانية نتقل ده، الحكومة اشتغلت على هذا المحور بشكل ممتاز جدا، انها قالت مثلا السلع الاستفزازية قالت ما ينفعش، حطت بعض الجمارك عشان تضيف للمخازين الدولة وعشان تشجع التصنيع المحلي، تشجع التصنيع المحلي. ده عمل طفرة ان الصادرات المصرية في اخر 7 شهور تقريبا تضاعفت مقارنة باخر 7 شهور اللي زيهم في السنة اللي قبلها. اذا ده اسمر نتيجة ان الحكومة بدأت تشجع المنتج المحلي. الصادرات نسبتها عالية علشان الواردات قلت، ولا لانه احنا جودنا من منتجاتنا فصدرنا بنسبة اكبر؟ اولا يعني فكرة ان احنا جودنا ما اقدرش اجزم بيها عشان اكون امين مع المشاهدين، لكن على الاقل صادراتنا قلت، السلع الاستفزازية قلت، بدأنا نستورد الحاجات اللي احنا محتاجينها بالفعل، واللي عاوز يجي يشتري سلعة استفزازية أو سلعة يعني مبالغ فيها يدفع الجمارك عليها والدولة تستفيد. دي سياسة كويسة. الحاجة التانية، لما احنا عملنا تعويم للسعر الجنيه وأصبح الدولار، الأول كان كنت ممكن تشتري الحاجة مثلا واحدة بدولار، النهاردة المستورد اللي برا أو اللي بيشتري من مصر الدولار الواحد ممكن ياخد بيه حاجتين. الصادرات المصرية زادت نتيجة لهذا القرار. السياحة، السائح اللي كان مثلا هيدفع في الطيارة مثلا 200 دولار بقى بيدفع مثلا 100 دولار. هو دلوقتي المواطن المصري بيقول انه نتيجة ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه، الجنيه بقت قيمته قليلة جدا، فانا لما باجي اشتري حاجة، الحاجة اللي كانت ب 3-4 آلاف جنيه دلوقتي بشتريها ب 10 آلاف جنيه، وانا ما اخدتش الزيادة اللي تضاهي زيادة الأسعار. أنا متفق معك، ده في المرحلة الأولى، مرحلة الاقتصاد الكلي هيكون هذا الإحساس موجود، لكن في بعض الحاجات بدأت تتحسن. يعني التضخم، يعني التضخم، التضخم أن يكون في فلوس ملهاش مقابل لها سلعة حقيقية. كان في الأول التضخم لما اتعمل التعويم أو تحرير سعر الصرف كان 36%، النهاردة وزارة التخطيط طلعت بيان بالأمس قالوا أنه 11.5%، يعني حصل تراجع بشكل كبير جدا وهكذا. لكن الفترة اللي جاية احنا خلصنا بقى موضوع العجز في الميزانية بشكل عام. احنا لما في 2013 و2014 و2015 كان العجز في الميزانية في اعتقادي كان اكتر من دلوقتي 1.5. احنا دلوقتي بدأ العجز يقل. ده معناها ان قدرة الحكومة انها تشتري حاجات، قدرة الحكومة انها توفر فلوس للتكافل وكرامة، كل ده تزيد هذه القدرة. اذا الفترة اللي جاية الناس هتبدأ تحس بالمردود اللي تم خلال ال4 سنوات اللي فاتت. عايز أقول لحضرتك أنه يمكن بعض الناس كمان تتفق معايا في الرأي ده، أنه يمكن الطبقة الفقيرة قوي قد تندرج تحت إطار تكافل وكرامة، ممكن يكون وصل لها مثلا دعم بشكل أو بآخر، يعني ممكن مثلاً. لكن في طبقة كده في النص ما بين اللي فوق وما بين اللي تحت. صحيح. الناس اللي ممكن ما يكونش وصل لها دعم أو مش من حقها هي تاخد دعم، الناس اللي ممكن تكون مش داخلة في إطار تكافل وكرامة. صحيح. الناس اللي هي سميت بالطبقة الوسطى. صحيح. دي من أكتر الطبقات اللي بتعاني حاليا، لأنه هي لا واصلة تحت تاخد الدعم بالشكل الكافي، ولا هي فوق من ضمن طبقة الأغنياء فتقدر تواجه زيادة الأسعار. صحيح. هي دي الطبقة اللي بتعاني حاليا. صحيح، أنا بتفق معك تماما، وإحنا بنسمع القصص دي كل يوم، إن حد مثلا كان عنده ابن بيوديه مدرسة يعني خاصة المتوسطة اللي بيدفع لها 7 أو 8 آلاف جنيه، النهاردة بيقول السنة الجاية أنا مش ممكن ما أقدرش أدفع نتيجة الارتفاع المصاريف أو ما إلى ذلك. بالتأكيد هذه الطبقة بتعاني، لكن أنا بقول لحضرتك وعلى ثقة إن ال4 سنوات اللي جاية هيحصل فيه تحول. يعني مثلا لو شفت المرتبات اللي في السنة الجديدة أو في الميزانية الجديدة هتزيد حوالي 20 مليار، ده رقم واحد. الميزانية المخصصة للتعليم البرلمان نفسه عمل فيها تعديل بحيث زود فيها حوالي 4 مليارات جنيه مصري، دول هيدخل جزء منهم لزيادة مرتبات المدرسين.
إذن هذه الطبقة موجودة يعني في الحسبان وفعلا هتستفيد في الأربع سنوات اللي جاية. الحاجة التانية، لما الاقتصاد بشكل عام بيتحسن ده بينعكس، يعني مثلا الطبيب دخله هيبقى أفضل، المهندس برضه هيبقى دخله أفضل، لأن المناخ العام الاقتصاد العام بتاع الدولة هيبدأ يتحسن. ومش ممكن نكون إحنا ماشيين في سكة غلط وكل الناس في العالم يشيدوا بيها، يعني صندوق النقد الدولي اللي هي المؤسسات المعنية بتقييم الاقتصاد في مصر، يعني في مؤسسات دولية بتقيم الاقتصاد، دي مؤسسات مستقلة يعني حتى مش تبع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الكلام ده، مؤسسات الائتمان الدولية، في مجلات حتى اقتصادية متخصصة. مش ممكن هذه الأماكن تجامل حد. قالت أن مصر حققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي ربما أفضل وأكثر بكتير من التوقعات. يمكن إحنا يمكن يعني خبرتنا مع الإصلاح قبل الاقتصاد قبل كده، خبرات الشعوب مع صندوق النقد الدولي يمكن كانت سلبية قبل كده وصل. علشان كده الناس كان عندها انطباع مسبق أن أي حاجة تتعمل يعني هتبقى سيئة والناس هتدفع ثمنها، لكن مؤكد ان الفترة اللي جاية احنا عملنا حاجات في اربع سنين انا في اعتقادي غير مسبوق. هل في حاجات يعني تتوقع انها كانت مفروض تتعمل في الفترة اللي فاتت بره الصندوق شوية ومش من جيب المواطن برضو، عشان ابقى يعني بسأل اسئلة الناس، كان ممكن انها ترفع من شأن الاقتصاد المصري بعيدا عن ان نخفض الدعم او ما الى ذلك؟ يعني انا في اعتقادي مثلا قطاع زي قطاع السياحه احنا ما استفدناش منه، يعني احنا مجرد ما الطياره الروسيه وقعت خلاص الموضوع، واحنا خلاص سلمنا بالموضوع ان لما جاء عندنا السياحه الروسيه خلاص لا، في اسواق بديله، في اسواق بعيده يعني كنا ممكن نشتغل فيها، يعني في دول كانت مستعده تساعدنا في موضوع السياحه زي دوله زي اليونان. اليونان كان عندها فتره من الفترات 16 مليون سائح، نتيجه للوزيره الحاليه في اليونان في اربع سنوات عملت طفره وصلتهم 28 مليون سائح، يعني طفره رهيبه. نفس الوزيره جت مصر وعرضت افكار ومشروعات تتعاون مع الدوله المصريه، يمكن مش مع الوزير وزيره السياحه الاخيره او حتى اللي قبليها، في فترات قبل كده ما كانش فيه تعاون بشكل كبير. الوزيره الحاليه ما بقالهاش فتره طويله فمش هنقدر نحملها مسؤوليه كل ما حدث. لا لو هي كمان وزيره منفتحه وزيره شاطره، لكن قطاع السياحه احنا ما استفدناش منه بشكل كبير جدا. عندنا حاجات ممكن تدعم ميزانيه الدوله برضه ما بفكرش فيها، يعني فيك تسجيل العقارات وان ده ممكن يدر مليارات الجنيهات على الميزانيه المصريه ويساعدها في نوع من التعافي وتقدم خدمات، وده يعني كان في افكار حضرتك كنت تتمنى انها كان ممكن تبقى موجوده على ارض الواقع، كانت هتساعد شويه في فكره انها تحسن دخل بالزبط المواطن. بالظبط كان ده موجود، لكن احنا عملنا حاجات انا في اعتقادي فوق التخيل. يعني مثلا موضوع ان نوصل بالطاقه بالكهرباء لهذا المستوى، ان احنا السنه الجايه بالمناسبه 2019 مصر هتصدر كهرباء لاوروبا عن طريق الربط الكهربائي مع قبرص، وبعد قبرص هتروح لأوروبا عشان تعملي تحول. بالمناسبة قبل 2013 مصر كان عندها نقص في الغاز في وفي البترول حاجة وفي الكهرباء. النهاردة انت بقيتي مركز إقليمي للتصدير وللطاقة، احنا بنخطط لكده عشان تعملي تحول من الاحتياج مش للاكتفاء للتصدير في أربع سنين. ده عملية يعني مش سهلة. لما تشوف تجربة حتى بسيطة الناس بتتلامس معاها وبتحسها قوي، تجربة زي فيروس سي لما مصر تقدم نموذج ان تعالج كل الحالات اللي عندها فيروس سي بسنه 2020، يعني بعد سنه ونص من دلوقتي، دي تجربه تستحق ان الناس تقف قدامها. فيك الاسكال الاجتماعي، مين كان يتخيل المناطق العشوائيه اللي لها سنين وصلت 70 سنه او 80 سنه انك تنقل الناس دول في مساكن ادميه؟ هل حد جرؤ من قبل ان يقول ان اللي يقدر يقدم على شقه هياخدها؟ ما كانش بيحصل كده. هل حد قدر يقول هذه الجملة من قبل؟ اللي هيقدم على شقة ياخدها حتى لو كانت غالية؟ ما كانش حد قدر يقول. هل تتوقع وكل اللي قدم على شقة بالفعل يعني هياخدها؟ طيب تتوقع خروج بعض الوزارات من التشكيل الجديد ده؟ يعني في أسماء مش هنلاقيها موجودة؟ في طبعا في وزراء ما قدوش في اعتقاد، يعني ما قدموش المنتظر. يعني وزارة زي وزارة الاتصالات، الدول كلها بتجري في مجال الاتصالات والحكومة الإلكترونية وأن الخدمات تبقى إلكتروني، لأن الخدمات الإلكترونية دي مش معناها وقت ومجهود وكل حاجة. لو في حاجة كمان مهمة وتمنع الفساد، الحاجة اللي بتتعامل بالكمبيوتر ما فيهاش فساد، ما فيهاش التعامل المباشر مع المواطن ده اللي بيخلق. وبالمناسبة ده حلم الرئيس السيسي، أن كل ما احنا مايكنا الخدمات مش هيكون في فساد، وان اكبر ضرب للفساد انك تميكن الخدمات. انا في اعتقادي وزاره الاتصالات ما عملتش حاجه كبيره. وزاره الصناعه
رغم كل ما يقال عنها، أنا شايف الصناعة المصرية ممكن تكون أحسن بكتير. إحنا عندنا أولا صناع مهرة، عندنا أيدي عمالة مصرية ممكن بالتدريب تعمل إنتاج كويس. إحنا ما افتتحناش مصانع بالطريقة اللي هي كانت، لسه عندنا أزمة المصانع المغلقة من وقت الثورة. الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل دول العالم قامت على هذا على هذا المبدأ. يعني الاقتصادات اقتصاد كبير أو اقتصاد ناشئ كله قام على فكرة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر. احنا عملنا ايه في المجال ده؟ ما عملناش حاجة. كمان مفهوم وزارة الصناعة للأسف للصناعات الصغيرة والمتوسطة كان فكرة ان الناس تجيب مكنة تريكو وتعمل حاجة في البيت. ده مش مفهوم الصناعة الصغيرة خالص على الإطلاق. ده برة عشان يعمل مثلا عربية في ألمانيا، في ورشة او مصنع بيعمل الباب، ومصنع بيعمل العجلة، ومصنع بيعمل المسمار اللي يربط العجلة، ومصنع بيجمعهم، ومصنع اللي بيجمعهم. فكل المصانع اللي في المنطقة دي تطلع في النهاية عربية تقدر يبقى لها مكتب تسويق والدولة تصدرها في الخارج وتجيب عملة صعبة للخارج. لكن أنا مش هعمل بمكان التريكو، مش هجيب دولار ويورو للدولة من الخارج. نعم ممكن تعمل تسد حاجة محلية، حاجة مطلوبة في السوق المحلي، لكن مش هتجيب. يعني حتى فكرة التسويق للمفهوم كان في اعتقادي كان يعني ما كانش مظبوط قوي. إذن إحنا عندنا وزراء أنا في اعتقادهم مرشحين للخروج من الحكومة. فكرة الدمج اللي إحنا تكلمنا عنها ده مهمة جدا. فكرة تعيين نائبين لرئيس الوزراء أنا مع الفكرة دي خالص. ليه؟ رئيس الوزراء هو راجل بتاع إسكان. إحنا عندنا ملفات مهمة تانية، عندنا خدمات وعندنا المجموعة الاقتصادية. فلو في نائبين، واحد للخدمات وواحد للمجموعة الاقتصادية، أنا في اعتقادي هيساعد رئيس الوزراء أن الحركة تبقى أكتر. لأن بالمناسبة رئيس الوزراء هو دوره يعني زي يعني قائد للمجموعة، لكن مش هيدخل في كل التفاصيل. مش بيدخل في كل التفاصيل، لكن يكون عشان وكمان يكون عنده قرون استشعار أولا سواء للمشاكل أو للإنجازات. يعني لو في حاجة حلوة يسرع من وترتها، لو في مشكلة برضو يتحرك بسرعة لوقتها. طب بمناسبة الوزارات الخدمية بقى، يعني حضرتك شايف أن الوزارات دي قامت بدورها في الفترة اللي فاتت ولا فيها محتاجة تعديل؟ لا أنا محتاجة شغل كتير جدا. والرئيس قال يعني قال أن احنا هنهتم في الفترة اللي جاية بوزارات التعليم والصحة، وفي كلام أن وزير الصحة يعني مش في الحكومة الجديدة. لكن أنا أتمنى أن الحكومة الجديدة تهتم بحاجة يعني أنا في اعتقادي كانت غايبة الفترة، وهي الثقافة. احنا بنتكلم مثلا عن محاربة الإرهاب، ازاي نحارب الإرهاب وعندنا وزارة ثقافة ضعيفة؟ احنا عندنا وزراء الثقافة تحديدا قبل ما بيبقوا في الوزارة بيبقوا حاجة، ولما بيدخلوا الوزارة يعني ما بيبقاش أدائهم على المستوى المطلوب. صحيح. أو المتوقع. صحيح. أنا ما أعرفش ليه بصراحة. صحيح وأنا بتفق معك تمام. هم قبل ما يدخلوا الوزارة بيبقوا نجوم في مجالهم، يدخلوا الوزارة ما أعرفش إيه اللي بيحصل الوزارة دي تحديدا. احنا محتاجين شغل جامد في هذا ليه؟ ما فيش واحد بيعزف بيانو إرهابي، ما فيش واحد بيعرف موسيقى إرهابي. لو احنا عاوزين نحارب الإرهاب بطريقة مختلفة وطريقة غير اللي بتتقال كل مرة، احنا لازم يبقى عندنا قصور ثقافة كويسة، عندنا ناس تكتب شعر، وناس يبقى عندنا مسرح مدرسي ومسرح في كل محافظة ومسرح في كل قرية، والشباب يمثلوا وبقى فيه انفتاح على الآخر، وبقى فيه تسامح، وبقى فيه قبول للآخر. ده مش هيجي بالتلقين المباشر، لكن الفنون زي السينما وزي المسرح وزي الموسيقى هي اللي بتوصل المعاني بشكل مختلف. فإحنا أنا في اعتقاد إحنا محتاجين عمل في وزارة الثقافة بشكل مختلف تماما. يعني إحنا شوف قدي الجيش بيحارب الإرهاب وقدي الشرطة بتحارب الإرهاب، إحنا محتاجين مقاتلين بس في وزارة الثقافة. ده حقيقي. طيب احنا لو هنتكلم بقى عن وزارة الخارجية، والخارجية كان ليها دور كبير جدا في الفترة اللي فاتت. صح. يمكن احنا بعد الثورتين كنا محتاجين نعيد علاقتنا بدول اتقطعت علاقتنا بيها من زمن طويل، كنا محتاجين نوطد علاقتنا ببعض الدول، وافريقيا يعني كانت في الاساس وفي المقدمة. وبما ان وزير الخارجية الحقيقة كان مقاتل بشكل كبير جدا ودبلوماسي رائع، انا بحييه وبقدم له كل الشكر على مجهوداته في الفترة اللي فاتت، واتمنى انه يكون موجود في الوزارة القادمة. احنا كان عندنا زيارة مهمة جدا بالامس ومستمرة لمدة 3 أيام، زيارة رئيس وزراء اثيوبيا. صحيح. يعني اول زيارة بعد لمصر بعد تقلده هذا المنصب الجديد، واحنا عندنا حساسية شديدة جدا من فكرة سد النهضة والعلاقات ما بين مصر واثيوبيا. يعني تقييم حضرتك لاداء الوزارة في ملفات مختلفة ومن ضمنها ملف اثيوبيا؟ يعني انا في اعتقادي وزارة الخارجية اشتغلت بشكل كويس جدا.
وربما يعني كان لها وجهة نظر في الأزمات اللي حوالين مصر. أنا دايما بقول مصر من 2011 حتى الآن كانت عايشة وسط ألسنة من اللهب طبعا في المنطقة طبعا. احنا شايفين منطقة مشتعلة وما زالت بالمناسبة. اللي بيفتكر ان الموضوع او الجيم خلص لسه في المنطقة ده يعني لا، لسه المشكلة مستمرة. وزارة الخارجية اشتغلت بشكل يعني مختلف ومحترف، وهما في الحقيقة اشتغلوا على مبدأين. المبدأ الأول فكرة ضبط مساحات الاختلاف والاتفاق مع القوى سواء كانت إقليمية أو دولية. بمعنى دي ساعدت الدولة المصرية إنها تبني بعلاقات متوازنة مع الجميع. قبل كده يمكن قبل 2013 كانت مصر معروفة محسوبة إن مع الدول الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية. في عهد عبد الناصر والستينات كانت مصر كانت مع المعسكر الآخر روسيا أو الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. لا، بعد 30 يونيو 2013 مصر ادت تنفتح على الجميع وبمساحات مختلفة وتستفيد من كل الفرص المتاحة من كل دولة. احنا شايفين علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لاتفاقية موقعة عليها من الدولتين هي علاقات استراتيجية. يعني في حاجة اسمها الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. إذن العلاقات بين مصر وأمريكا هي علاقات استراتيجية بعيدا عن لحظات الجذب والشد اللي ممكن تحصل مع أي دولة أخرى. أولا دايما الحلفاء والأصدقاء والدول اللي في علاقات بينهم كويسة بتحصل مشكلات. أنت لو شفتي اللي حصل في كيبك من 24 ساعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في قمة الدول السبعة، خلافات كبيرة جدا. لكن النهاردة مايك بومبيو اللي هو وزير الخارجية الأمريكي بيقولوا علاقات سوف تمضي. يعني مش ممكن أمريكا تقطع علاقتها أو تنتهي علاقتها بكندا بسبب الخلاف بين الرئيس ترامب وبين ترودو رئيس الوزراء الكندي. ده كلام مش هيحصل. لكن دول حلفاء، لكن في خلافات لأن في مصالح. مادام في مصالح بين الدول قد تحدث اختلافات على هذه المصالح، ده طبيعي جدا. لكن العلاقة بين مصر وأمريكا علاقة استراتيجية مفيش كلام. طب تعالي شوف الكتل المهمة التانية، علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي. قدرت وزارة الخارجية ومصر أنها تعمل نوع من الاستدارة في العلاقات المصرية الأوروبية. لأن لما حصل الثورة 30 يونيو كان الاتحاد الأوروبي أخذ موقف حاد طبعا من الدولة المصرية، وتحديدا بعد الدول زي ألمانيا تحديدا. احنا شفنا المستشارة الألمانية زارت مصر في العام الانتخابي، وده غير مسبوق في تاريخ ألمانيا. يعني دايما المستشار بتاع ألمانيا لا يخرج خارج الاتحاد الأوروبي في السنة اللي فيها الانتخابات، لأن محتاجة تربيطات وعمل في الحزب عمل ضخم جدا. المستشارة زارت الألمانية زارت مصر في سنة الانتخابات، وده كان تقدير كبير جدا من ألمانيا لمصر، وده يأكد أن في استدارة كاملة في الموقف الألماني تجاه مصر. لو رحنا علاقة مصر بالكتل الكبيرة التانية، الصين، روسيا، اليابان، الرئيس السيسي زار دول يعني مش عايز اقول لك قد يكون مدرس الجغرافيا في مصر يعني ياخد وقت كبير جدا عشان يوصلوا لاماكن هذه الدول. يعني رئيس زار دولة زي فيتنام، فيتنام دي في اقصى الكرة الارضية. زار دولة زي اندونيسيا ما زارهاش رئيس منذ ايام يعني رئيس عبد الناصر. زار دول في افريقيا لم يزورها اي رئيس من قبل. اذا التحرك المصري كان تحرك اولا واعي، كان متزن، كان بيبحث عن المصلحة المصرية. مصر عملت حاجة تانية برضو مهمة جدا، استغلال أو الاستفادة من حاجة أنا سميتها المقبولية المصرية. يعني دايما الشرق الأوسط في تجاذبات، يعني تروح أي دولة زي سوريا في طرفين في الصراع، العراق في أطراف كتيرة، ليبيا في أطراف متنازعة، في فلسطين في حماس وفتح. مصر هي الوجه المقبول إقليميا في كل هذه الصراعات. مصر لما تروح أي دولة من الدول دي وتقدم فكرة أو تقدم مبادرة تحترم، أو تمد إيدها تحترم وتستقبل. هذه المقبولية المصرية تم استغلالها والاستفادة منها بشكل رائع في الأربع سنوات. كان نتيجتها أن مصر عادت بقوة للأفريقيا، مصر عادت بقوة لمحيطها العربي وأصبحت فعلا في موقع الريادة في المنطقة العربية. مصر لعبت دور في حل الأزمات الإقليمية. احنا شايفين يعني غسان سلامة في ليبيا، الرئيس ماكرو لما جمع فايز السراج وخليفة حفتر في فرنسا اتكلم عن المبادرة المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. ده جهد ما حدش فكر فيه قبل كده. التقريب بين حماس وفتح مصر اللي عملته، رعاية اتفاقيات خفض التوتر في سوريا زي اللي حصل في الغوطة الشرقية أو في ريف حمص الشمالي أو في إدلب وكده، مصر كانت مشاركة. مصر كمان كان لها صوت مسموع وصوت عالي ومختلف عن الآخرين. لم اللي حصل في المنطقة من 2011 وحتى الآن في بعض الناس فكرت إن الحل عسكري، والبعض مصر كان ليها رؤية مختلفة. مصر كانت بتقول حل هذه الصراعات يأتي فقط بالحلول السياسية.
كل العالم راحوا شمال وراحوا يمين ورجعوا للحلول السياسية، رجعوا للرؤية المصرية وما طرحته مصر من أفكار من 2011. ده معناها ده نجاح للخارجية المصرية. مصر 2016 و2017 كانت دولة يعني عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، ودي حاجة كبيرة جدا. مصر عضو في مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذا مصر مساهم قوي في صناعة الأخبار الإيجابية وصناعة السلام والاستقرار سواء في أفريقيا أو في المنطقة العربية. نروح بقى للملف الإثيوبي سريعا لأن وقتنا خلاص بينتهي. احنا شفنا يعني المداعبة اللي حصلت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، وفكرة حرص الطرفين على أنه ما فيش مصالح تضر من قبل مشروعات بتقوم بها دولة الأخرى. يعني صحيح. وجهة نظر حضرتك أنه في مسار جديد للتفاوض حول فكرة سد النهضة، ولا لأنه هذا الرجل في منصب جديد وبالتالي عاوز يبرز حسن النوايا؟ لا، أولا هو مش في منصب جديد أو حسن النوايا، أو هو ليه وضعية مختلفة عن رئيس الوزراء اللي فات. ليه؟ أولا هذا أبي أحمد بينتمي لأكبر قومية في إثيوبيا، وبالتالي هو بيستند على قاعدة شعبية قوية جدا. رقم اثنين، الحزب اللي كان بينتمي إليه رئيس الوزراء السابق واللي بينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي، رئيس الوزراء السابق كان يعني في نوع من الانقسام في الحزب، وبالتالي قدرته على اتخاذ خطوة جريئة للأمام كانت صعبة جدا. لكن أبي أحمد ما عندوش هذه العيوب، ما عندوش هذه المشاكل. الحزب ملتف حواليه بشكل كامل، هو سيرته الذاتية سيرة ناصعة، هو شخص رائع جدا محبوب من كل الإثيوبيين، بيثقوا فيه بشكل كبير جدا، بينتمي لقومية كبيرة، وبالتالي قدرته على الجراءة، قدرته على اتخاذ قرار مختلف أكبر بكثير من رئيس الوزراء اللي فات. رقم واحد. رقم اثنين، السيرة الذاتية أيضا لرئيس الوزراء الإثيوبي بتقول أنه هو مؤمن بفكرة المصالح المشتركة، مش بفكرة يعني الأنانية السياسية أو بفكرة أن إثيوبيا تعمل مشروعها والدول التانية يعني تضار أو يعني يحصل لها مشاكل. لا، هو مؤمن بفكرة أولا من حق إثيوبيا تعمل تنمية، مصر من أوائل الدول اللي بتساعد إثيوبيا على التنمية، ده رقم واحد. لكنه أيضا مؤمن أن المصريين ما عندهمش بديل عن المية، وأن المياه بالنسبة للمصريين حياة، هو مؤمن بكده. علشان كده أنا في اعتقادي تطبيق اتفاق مارس 2015 اللي كان في الخرطوم واسمه اتفاق المبادئ، رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد هو أكثر شخص يلتزم بهذا الأمر. لكن في اعتقادي ده مش المهم، مصر عملت حاجة يعني أكبر من ده بكتير. مصر نظرتها في الفترة الأخيرة للملف العلاقة بين مصر وإثيوبيا مش المية بس، احنا همنا أكتر حاجة تهمنا المية، لأن المية بالنسبة لنا حياة. لكن إحنا بنعتبر إن الملف ده الزيرو بتاعنا، يعني لو إحنا بنعمل تارجت أو بنعمل يعني هدف كبير عاوزين نعمله، إحنا عايزين بناء للعلاقات بشكل يعني كامل. أكثر تحضرا، يعني يمكن فكرة بناء مدينة صناعية مصرية في إثيوبيا دي بداية لفكرة مشاركة هتخلي الجانب الإثيوبي يعني ينظر لفكرة التفاوض بشكل آخر. بالضبط، أولا في فرص كبيرة للاستثمار والمصالح بين الشعبين، والشعبين طلعوا يعني شعوب صديقة. أولا أنت أشرت لفكرة إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، الاتفاق على عمل صندوق لتمويل المشروعات التنموية المشتركة، ده مهم جدا. بس ده بين مصر والسودان وإثيوبيا. ده مهم جدا. ليه؟ أولا احنا بنشتري حاجات كتير قوي من دول تانية، الحاجات دي موجودة في السودان وإثيوبيا، طب ما نجيبها من السودان وإثيوبيا. يعني مثلا حاجة زي اللحوم، معروف ان اللحوم في إثيوبيا والسودان من افضل اللحوم في العالم، طب بدل نجيب احنا لحوم مثلا من الهند او من البرازيل، وبالمناسبة السعر في اثيوبيا وفي السودان مش اغلى من الهند والبرازيل، احنا بنجيبها ونخلق مصلحة مع هذه الدول. فكرة الاستثمارات، يعني في رجال اعمال مصريين بالمناسبة بيشتغلوا في افريقيا، ليه ما نوريهمش المصالح او الفرص الاستثمارية المتاحة في اثيوبيا والسودان؟ احنا عندنا شركات عندها استثمارات في اثيوبيا بمليارات الدولارات، لو تم توجيه جزء منها هيبقى في مصالح كتيره. الحاجه الثانيه، هي اثيوبيا هتعمل السد ده ليه؟ عشان تعمل كهرباء. السد ده هيكون فيه فائض منه من الكهرباء. مصر ممكن تعرض فكره ان اما تشتري الكهرباء وتعيد تصديرها لاوروبا او للعالم العربي، او تكون مصر ناقل ليه، وفكره نقل الكهرباء بحد ذاتها احنا هنستفيد باعتبارنا دولة ناقلة للكهرباء، وإثيوبيا هتصدر الكهرباء الخاصة بيها. طب حاجة تانية، إثيوبيا دي دولة حبيسة، يعني ما عندهاش موانئ أو عندها حاجات صغيرة مع إثيوبيا ومع إريتريا ودول أفريقية تانية، طب ليه ما نبقاش إحنا المنفذ البحري
لإثيوبيا ونعمل خط، سواء خط سكة حديد أو خط بري يجيب المنتجات الإثيوبية وتم تصديرها عبر الدولة المصرية، فيحسوا أن الدولارات اللي جاية من التصدير جاية من مصر، زي ما هم بيحسوا أن المية اللي طالعة من عندهم رايحة للمصريين. إذن فكرة خلق إطار واسع للعلاقات بين الدولتين هو ده التفكير خارج الصندوق اللي فكرت فيه الدولة المصرية. وأنا في اعتقادي ده اللي مش هيقنع رئيس الوزراء الاثيوبي بس، ده اللي هيقنع المواطن الاثيوبي في الشارع ان ضروره التعاون مع انه لازم نحافظ على مصر، وان لازم ندي مصر حصتها من الميه بتاعتها ونديها اكتر كمان من حصتها عشان نحافظ على المصالح التانية اللي جايه، سواء من تصدير المنتجات الاثيوبيه لمصر. كمان مصر في حد ذاتها سوق، احنا بنتكلم عن مصر ربع سكان العالم العربي، 100 مليون نسمه، يعني ممكن تاخد جزء كبير جدا من الصادرات الاثيوبيه لمصر. في ملفات تانيه تهم اثيوبيا زي ملف محاربه الارهاب والارهاب في منطقه والهجره غير الشرعيه وكل الحاجات دي ملفات تهم اثيوبيا بشكل كبير جدا. لو تعاوننا معاهم تعاون كبير مبني على المصالح المشتركه والاحترام المتبادل، انا في اعتقادي هيكون يعني اولا جو مختلف، يعني حتى جو المفاوضات او جو النقاش يبقى مختلف. وفي للامانه يحسب للرئيس السيسي الصبر في هذا الملف، لأن الرئيس السيسي لما استلم الحكم أو بعد 2013 الملف ده كانت خلاص، يعني هو العلاقات كانت يعني متوترة، العلاقات متوترة وعلاقات سيئة، وإثيوبيا قطعت شوط كبير جدا في بناء السد. إذن الرئيس اتعامل بصبر وتعامل بدبلوماسية وبمهنية شديدة جدا جدا. حتى الفكرة اللي الناس يعني بيسخروا منها، وبالمناسبة جزء من الحروب هي حرب السخرية، يعني دايما عشان حد يهد دولة يعمل سخرية كتيرة وإشاعات والكلام ده. الرئيس بيقول لرئيس الوزراء الإثيوبي عايزك تخصم لي إنك لن تضر بمصر. بالمناسبة ده في العلاقات الدولية في القانون الدولي اسمه تعهد علني. ليه؟ لأن بالمناسبة الشعوب أحيانا لا تثق بالبيانات، يعني لو في وزيرين اجتمعوا وطلعوا بيان وقالوا العلاقات بين الدول زي الفل ممكن الناس ما تصدقش، صح؟ لكن لما يكون ده تعهد علني قدام الكاميرات يقول انا لن اضر، ده بالمناسبه اولا ده التزام اخلاقي لانه بيحلف، التزام قانوني لانه مش بيقول بصفته الشخصيه، ده بيقول بصفته رئيس للوزراء اثيوبيا. اذا هذا الكلام له قوه اخلاقيه وله قوه قانونيه. وان لم يكن لا ده ولا ده، ولو الناس حتى ما فهمتش انه ده يعني يندرج في فكره المسؤوليه الاخلاقيه او ما الى ذلك، زي ما حضرتك قلت في البدايه وانا مؤمنه بده جدا، انه القادر او القوي هو اللي عنده قدره على انه على فكره المداعبه او السخريه او ما الى ذلك. ويمكن ناس كتير قوي مش فاهمه او مش مدركه انه كبار القاده في مشاكل كتيره جدا كانوا بيستخدموا الاسلوب ده، يعني دي حاجه مش مستحدثه ومش حاجه تقلل من شاننا كمصريين، لانه ده اللي قال امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما انا عشان كده برد على الحكايه دي، انا بقولك بمنتهى الامانه هذا يسمى في القانون الدولي تعهد علني، اسمه كده تعهد واحد بيقول قدام الشعبين المصري انا مش هضر بالمصالح المصريه، دي حاجه كويسه مش حاجه. ملف اخر وسريعا لان باقي لي دقيقتين بس، القمه المرتقبه غدا بين ترامب وكوريا الجنوبيه الشماليه في سنغافوره، ويمكن هذا اللقاء المرتقب حصل عليه لغط كتير جدا، وطول الوقت الطرفين بيهددوا بعدم اتمام هذه القمه واخيرا. يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين برضو لا هم وصلوا الحمد لله، وصلوا سنغافوره لحد دلوقتي في قمه غدا ان شاء الله. اهميه هذه القمه وتاثيرها على مصر، يعني اولا هذه القمة هي قمة يعني تاريخية بلا شك، لأن الهدف منها هو نزع السلاح النووي والصواريخ الطويلة المدى اللي موجودة في كوريا الشمالية. أنا في اعتقادي لو تم هذا الأمر، دايما السلام يشيع سلام والحرب تشيع حرب. أنا في اعتقادي الرئيس ترامب يعني ذاهب إلى سنغافورة مجبر على هذه القمة. لماذا؟ اولا هو عنده نزعه شخصيه او رغبه شخصيه ان انا ما اقعدش مع عنده نزعه شخصيه ان ياخد جائزه نوبل، ان يعمل اتفاق كبير وياخد جائزه نوبل للسلام، لكن مصلحه امريكا ليست في عقد اتفاق مع كوريا. هو في نفس الوقت هو عايز ياخد جائزه نوبل للسلام، لكن في نفس الوقت من داخله مش مقتنع انه يجلس مع هذا الزعيم اللي من وجهه نظره لا يستحق منصبه. اولا ده رقم واحد. رقم اثنين ان في مصلحه امريكيه من استمرار هذا الصراع. ليه؟ الولايات المتحده الامريكيه عندها 36 ألف
ألف جندي في اليابان وعندها 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية. إذا ما حصل صلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، هؤلاء الجنود سوف يعودوا مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ده رقم واحد. الولايات المتحدة الأمريكية تستغل هذه الورقة، تستغل حلفائها قبل أعدائها. يعني مثلا ضغطت على اليابان عشان تستثمر 150 مليار دولار في البنية التحتية الأمريكية. ضغطت على اليابان وعلى كوريا الجنوبية لشراء أسلحة تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الدولتين من الولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة كان حلم أمريكا تنشر نظام دفاع صاروخي اسمه ثاد في كوريا الجنوبية. النظام ده بيكشف أراضي الصين وروسيا، ما لهوش علاقة بكوريا الجنوبية خالص. كان ده تبرره إزاي أو تقدر تنشره إزاي؟ تحت مزاعم الخوف من كوريا الشمالية. كل الإنجازات دي تمت. النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتمارس نوع من الحرب التجارية مع الصين، وبتضغط على الصين لتعديل الميزان التجاري بين الصين وبين أمريكا، لأن التجارة بين الصين وأمريكا ب 550 مليار دولار سنوي. أمريكا بتصدر بس 150 وبتستورد ب 400 مليار من الصين، فده في خلل في الميزان. نتيجة لهذا الضغط الرئيس الصيني شي جين بينج قال لترامب أنا مستعد قبل نهاية 2018 أستورد بضائع أمريكية ب 70 مليار دولار. السؤال ماذا لو انتهى هذا الملف، ملف كوريا الشمالية، كيف ستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على كل هؤلاء؟ إذن ليس هناك مصلحة حقيقية لترامب من إنهاء هذه المشكلة. المطروح هو تجميد الصراع أو تبريد الصراع وليس إنهاء الصراع. إحنا لينا علاقة بالموضوع ده؟ احنا كان لنا علاقة بس انتهت، هتنتهي بكرة. يعني انا كان عندي امل ان الرئيس ترامب والرئيس كيم يأتوا الى مصر هنا الى يعني مينا، فندق مينا هاوس. فندق مينا هاوس ده المكان اللي تم اعلان استقلال كوريا منه قبل ما يكون الكورياتين. والطلبة في المدارس وفي الجامعات بيدرسوا مصر باعتبار ان منها جاء الاستقرار. جاء الرئيس روزفلت الرئيس الامريكي، جاء وينستون تشرشل اشهر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا، جاء الرئيس الصيني في ذلك الوقت، جو سنة 1943 نوفمبر 43 واعلنوا استقلال كوريا من مينا هاوس. انا كان نفسي يتكرر التاريخ مرة اخرى. كل ما يقال اليوم عن سنغافورة كان يمكن ان يقال عن مصر وعن يعني عن مينا هاوس، خصوصا ان مصر فيها المطاعم الصينية اللي بتعمل النودلز اللي بيحبها الزعيم الكوري الشمالي. أنا بشكرك جزيلا دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية على هذا التحليل الوضع الحالي داخليا وخارجيا. بشكرك جزيلا. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل مكملين مع حضراتكم، خليكم معنا.